شحال نقول لك اخي، الازمه راه كثيره. الا جينا نهضروا نبداو بالمكتب، وحسينا ماشي حتى اللعابه ما كيبغيوش يلعبوا معانا، والمكتب ما كيبغيش يترجل معانا. حنا عينا ما تقهرنا، كل مره فين ما كانت الاتحاد غنتبعوا هادشي بزاف. كتجي كتشوف المكتب ما كيعملش الخدمه ديالو، المدرب ما كيعملش الخدمه ديالو. ملي كتجي تشوف اتحاد طنجه اربعه لي ماتش الاخرانيين كاملين اي ماركي وقول واحد، ما يمكنش. فين هو في وسط البلاد ديالنا، في وسط المدينه ديالنا، وكنلعبوا حنا مدافعين، كلشي اللور كلشي اللور بزاف. مدرب ما بعدا الا جينا نهضروا على الرئيس. الصراحه الجماهير الطنجاويه كامله كطالب مكتب الاستقاله ديالو، رغم الاستقاله اللي طلبوها وهميه. حنا كنطالبوا الاستقاله كتابيا باش يتاكد بان المكتب شاف حاله. هذه هي الخلاصه للجمهور الطنجاوي، المكتب يمشي في حاله. هادشي اللي خصنا، المكتب خصنا صغير جذري، ما كاينش الرئيس يبقى بوحديته والاعضاء يمشيو في حاله. خصنا صغير جذري كلشي يمشي في حاله. خصنا مكتب جديد صافي. ضربتي واحد الوقت ديالك، السلام عليكم، عطيتي الكيب واحد عامين عام واحد، ديتي بطولة ايه ما عارفين بك، عطيتي بطولة ايه حق صافي، ما بقيتيش قادر تعطي، عادي قادر تعطي صافي، السلام عليكم، الله يعاونك. حيت ما بقيناش راضيين بهذه العشوائيه اللي في كيبو. كيجي مدرب كيمشي خمسه مدربين في عام واحد، راه بزاف والله لا بزاف. هي ميساج واحد، مكتب مسير يمشي في حاله، هادشي اللي عندنا حنايا، هادشي اللي كاين. تغير الوضعيه وتغير مسيرين اللي ما بقاوش كيخدموا هذه المدينه، وكنطالبوا برجال المدينه اللي طلعوا يكونوا هذه الفرقه. خصنا شي مدرب اللي يكون كيعتمد على الشباب ديال هذه المدينه. كنشوفوا هذه الحاله هذه، انا غنقضي بما قسم الله، والجمهور ديالنا هو اللي غيكون مع هذا الفارق. ما كنعولوش احنا على المسيرين اصلا في هذه اللحظه هذه، واش ما كنقضي ان شاء الله، وغنحاولوا نجيبوا ثلاثه بوينتوس. خصنا برشلونه يمشي في حاله باش نتعوضوا حنا، يمشي في حاله. ما فهمتش يا رب، هاد اللعابه ما عطانا والو. بطوله ماشي هو اللي جابها بوبليك، احنا فين ما مشاش احنا ماشيين معاه. المهم برشلونه يمشي في حاله باش تعوض البوبليك كامل. اتحاد مسيدي حتى اللعابه خصهم يعوضوا راسهم. كاينه جوج لعابه، ثلاثه لعابه هما اللي كاينه، بورتيرو بكم ثلاثه بهم هما اللي كاينه، خصهم يعوضوا راسهم. حنا فين ما مشات ماشيين معاه، ما كايناش في حال طنجه. كونوا رجال تشوفوا الهبال. السلام عليكم.